أحسن الله إليكم. هذا يقول بارك الله فيكم: قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يسأل بارك الله فيكم عن هذه الآية وعن ارتباط بر الوالدين بهذه الآية وبعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم، الله جل وعلا ذكر بر الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، لما ذكر التوحيد وإفراد الله بالعبادة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ذكر حق الوالدين، مما يدل على تأكد حق الوالدين وأنه يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. حق الوالدين عظيم، والبر بهما فرض واجب على الولد. نعم.